حياكم الله مشاهدينا الأكارم بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي، والذي تعده دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة. وأكيد تفاصيل كثيرة راح نشاهدها بحلقتنا لهذا اليوم وأبرز النشاطات التي تقوم بها وزارة البيئة، وبداية من العناوين. ورش عمل توعوية عن أثر التغيرات المناخية والحفاظ على المياه، اعتماد المنصة الإلكترونية في إنجاز معاملات الموافقات البيئية وتقارير الأثر البيئي. كما نشاهد في حلقتنا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في العاصمة بغداد ومحافظاتنا العزيزة. ناقش وزير البيئة المهندس نزارامدي مع سفير جمهورية مصر العربية في بغداد وليد محمد إسماعيل ملف البيئة والتغيرات المناخية. جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة السفير المصري في مقر الوزارة، وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين في مجال البيئة لتعزيزها وتطويرها والاستفادة من التجربة المصرية في ذلك المجال. استقبل وزير البيئة المهندس نزار آمدي وفدا من مؤسسة بحر العلوم الخيرية. ضم المستشار الثقافي للمؤسسة الدكتور محمد جنابي والمدير التنفيذي لمشروع ضمان العراق مهدي بحر العلوم. وأكد الوزير خلال اللقاء تمنيات الوزارة بالنجاح لمشروع ضمان العراق في إطار المسعى الوطني لمعالجة أزمة المياه في البلد، إضافة إلى موضوع التغيرات المناخية وأبعادها المتعددة. على ما يبدو أن توجيهات وزير البيئة الخاصة بالمنصة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ، إذ عقدت اللجنة المكلفة بإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالموافقات البيئية اجتماعها الأول لغرض الإعلان عن الموعد المحدد للعمل الإلكتروني. لتطبيق مبدأ الشفافية للجميع، للمواطنين وللوزارات الأخرى، تم التوجه نحو إنشاء المنصة. بدأت عدة اجتماعات في مع مركز التقنيات والجهات الفنية، قمنا بإعداد بروسيجر آلية معينة للموافقات البيئية اللي تخص الأثر البيئي أولا، وهذا خطوة أولية بالموضوع. ودعينا إلى اجتماع لجميع المديريات التابعة لوزارة البيئة والدوائر المعنية لإبداء آرائهم بالآلية المقترحة وتفاصيلها. تم التباحث من قبل فريق من مركز تقنيات المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مركز البيانات الوطني حول تحويل الموافقات البيئية إلى منصة إلكترونية، وتقوم بتقديم المواطن عن طريق هذه المنصة أولا لشفافية الموضوع، وثانيا لتقليل المراجعات المواطن والوقت، واختصارا للوقت في الموافقات البيئية على المنصة الإلكترونية. كما دعت الوزارة كافة المديريات التابعة لها لغرض الاطلاع على هذا العمل الجديد والاستعداد له من خلال توفير كافة الاحتياجات للمنصة الحديثة والمتطورة. عقدنا هذا الاجتماع اليوم التداولي لشرح الآلية المقترحة للنظام الإلكتروني للموافقات البيئية المختلفة، وسماع آراء المحافظات والمختصين في مديريات البيئة في المحافظات والدوائر العامة، حتى يكون النظام مثالي وسريع وسلس. وإن شاء الله قريبا جدا راح تعلن هذه المنصة الإلكترونية وهذا النظام، وراح يكون المتابعة يعني والتدقيق للأوقات اللي ممنوحة للموافقات بدون أي تأخير للمواطن من قبل مكتب معالي الوزير شخصيا. إذا كانت هنالك منصة إلكترونية راح تكون أكو خدمة وبشفافية تقدم للمواطن، وسواء كان مواطن أو كانت يعني خلينا نقول دوائر أخرى
كان تكون قطاع خاص أو قطاع عام. فهذا الموضوع بالتأكيد راح يختصر الجزء الكبير من الزمن ويجعل الموظف يعمل بأكثر شفافية. وختم الاجتماع على تحديد سقف زمني محدد لإنهاء وإنجاز الموافقات البيئية بالسرعة الممكنة من خلال فريق عمل متمرس في العمل الإلكتروني لبرامج التوعية البيئية. عباس حميد. ضمن التزام وزارة البيئة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي بدعم وتقديم كل الخدمات التي تسعى إلى خدمة المواطن وإلى جعل العراق واحدا من الدول المتقدمة في التزاماتها البيئية وفق المحددات العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة، لتكون المشاريع البيئة الممولة دوليا واحدة من الإنجازات التي تسعى وزارة البيئة أن تكون واقعا يلمسه الجميع. رغم أن العراق انضم مؤخرا إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في عام 2008 التي تهدف إلى التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إلا أن المركز الوطني للأوزون نفذ عددا من المشاريع شملت جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص تتضمن محاور مهمة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون. المركز يعمل بتنفيذ عدد من المشاريع. المشروع الحالي اللي دا نشتغل عليه هو مشروع التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهو مدعوم من الصندوق متعدد الأطراف لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال. المشروع يتضمن عدد من المحاور وعدد من الفعاليات اللي تضمن تحقيق العراق التزاماته في هذا الجانب. التنسيق مع المؤسسات الحكومية والجامعات العراقية والمعاهد خاصة التقنية منها والعلمية لتسليط الضوء على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتأثيرات التي تخلفها تلك المواد، إذ تم الاتفاق على تحديث المناهج التي تخص أجهزة التبريد والتكييف لغرض تدريسها. واحدة من محاور هذا المشروع هو تشكيل لجان منها ما تتعلق ب التحديث للمناهج اللي تدرس الخاصة بمحاور أجهزة التبريد والتكييف اللي موجودة في الجامعات العراقية وأيضا في المعاهد وحتى في إعداديات الصناعة اللي لها علاقة بهذا الموضوع. العراق من أهم الدول الأكثر التزاما بالمحددات البيئية، ليكون العمل التشاركي بين وزارة البيئة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال تدريب المئات من الفنيين والعاملين في مجال التبريد والتكييف حول المحددات المطلوبة في تنفيذ التزامات العراق باتفاقية جيجالي. المحور الثاني اللي نعتبره شريك رئيسي في عملنا هو العمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. المواد المستنفذة طبقة الأوزون بصورة عامة اشتغلت عليها الاتفاقية من عام 1985، تخلصت من أكثر من 90% من هذه المواد. ما تبقى منها هي الغازات اللي تتعلق بأجهزة التبريد والتكييف، وحاليا فيها كوتا وحصص حتى، وطبعا يتم التخلص من عدة بشكل تدريجي وفق إجراءات الاتفاقية، والعراق ملتزم بشكل كامل بهذا الموضوع. العراق هو العضو 193 في بروتوكول مونتريال، واستطاع تنفيذ ما مطلوب منه بخفض تدريجي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وكذلك التحول إلى استخدام الغازات الصديقة للبيئة. ابني نزل الأجهزة. اي طبعا طبعا كلها وصلت ومواصفات عالمية. ان شاء الله ان شاء الله. يلا مع السلامة ان شاء الله.
اهلا ابو محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا. أهلا سلوان. اشرقت وانورت. الله يخليك بنور وجهك الكريم. بشرني الاجهزه وصلت؟ طبعا وصلت وحسب المواصفات اللي ردتها واحسن. حلو. زين ابو سلوان اكدت لي على انه هذا الغاز الموجود بالاجهزه غاز R22؟ ابو محمد يا R22 جبنا لك شيء اخر مختلف. ها دخيلك الاجهزه خو ما صار بها شيء. هو هذا الشيء اللي انا ردت ابلغك عليه، بس تفضل وياي. وقعت قلبي. يلا بشي. الله بالخير ابو محمد. الله بالخير والرحمه. شوف عزيزي، الشركات اللي تصنع اجهزه التبريد بدات تغير الغاز المستخدم في هذه الاجهزه، فاستبدلت غاز R22 بغاز صديق للبيئه. يعني اذا اكو هناك اجهزه تستخدم هذا الغاز فراح تكون صعبه ومكلفه. زين ليش راح يمنعون غاز R22 من الاجهزه وشنو السبب؟ لان غاز R22 مضر ويؤثر على طبقه الاوزون. زين شنو موضوع طبقه الاوزون وش دعوه خفيه عليها لهالسبب؟ بعدين تعال اقول لك، ترى اني اسمع بها وما اعرف شنو طبقه الاوزون. الله سبحانه وتعالى خلاها حتى تحمي البشر من الاشعه اللي تسبب سرطان الجلد وتاثر على العين وتاثر على جميع الكائنات الحيه. لذلك يا ابو محمد احنا من نستخدم هذه الاجهزه اللي بيها غاز صديق للبيئه راح نساهم بمنع الاصابه بهذه الامراض وراح نحافظ على البيئه. يا على عشك هذا لعد بعد ما راح نشتري اجهزه تشتغل بغاز R22 والله شنو من وراء طبقه الاوزون. ولذلك انا جبت لك اجهزه تبريد تشتغل بغاز صديق للبيئه وما تمنع وما عليها اي شيء. خلاص لعد هم نحافظ على البيئه وهم نشتري اجهزه ما بيها مشاكل مستقبلا. تحديات كبيرة يواجهها العراق، منها التغيرات المناخية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وتبعات الجفاف والتصحر وأهمية الحفاظ على المياه وزيادة المساحات الخضراء. هذا ما تناولته ورشة العمل التوعوية التي نظمتها دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة بالتعاون مع مديرية التربية والنشاط المدرسي في وزارة التربية. قامت المديرية العامة للتربية الرياضية بالتنسيق مع وزارة البيئة بإقامة ورش توعوية من أجل توعية المواطنين من بمكافحة التصحر اللي يتعرض له البلد، باعتبار أن وزارة التربية هي القاعدة الأساسية في المجتمعات وخاصة المجتمع العراقي لما توجد فيها قاعدة جماهيرية كبيرة لكل بيت يوجد فيه شخص إما يكون مدرس أو معلم أو يكون طالب. تهدف هذه الورشة إلى زيادة المساحات الخضراء في المدارس والاهتمام بالحدائق المدرسية، كذلك التوعية لترشيد استهلاك المياه واستخدام الطاقة النظيفة نظرا لما يواجهه بلدنا من تأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والجفاف. لذلك نسعى معا لتقليل هذه المخاطر وزيادة الأمن البيئي والصحي في بلدنا. وأشاد المشاركون بإقامة مثل هكذا ندوات وورش عمل وعرفتهم بالمعلومات من خلال المحاضرات القيمة التي ألقيت عن اتفاق باريس للمناخ وموضوع التشجير والمساحات الخضراء والمياه لبناء جيل واع بيئيا يساهم في الحفاظ على البيئة. هذا تواجدنا كان لتعميق مفاهيم الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية بين كوادر التعليمية والتربوية. طبعا كانت لنا محاضرتين، المحاضرة الأولى عن التغيرات المناخية، المحاضرة الثانية عن تأثير الأشجار والغطاء الخضري على التغيرات. وتم على هامش الورشة عرض أفلام تتحدث عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلاد، منها فيلم عطش لمن توعوية تطيب وتوزيع شهادات تقديرية على المشاركين. معقولة؟ أنت ما تحس نفسك غلطان؟ وصار لك ساعات فاتح المي بلا حرقة قلب، واحد فاتح المي للمبردة وبلا طوافة، ووحدة عايفة البوري مفتوح وملتهية تخابر. لو تعرف كل متر مكعب يكلف الدولة 10,000 دينار تصفية ونقل.
يعني كل عائلة تهدر مثلكم تخسر المال العام يوميا عشرات الألوف من الدنانير. الماء نعمة لا تخسرها بيدك. الآن مع الحقيبة الإخبارية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. نفذت الفرق الرقابية التابعة لمديرية بيئة الديوانية جولة تفتيشية لموقع تمر صحي تابع لقضاء البدير للتأكد من مدى التزامه بالمتطلبات البيئية. رصدت خلاله عددا من المخالفات البيئية وتبين بعد إجراء الكشف أن النشاط غير ملتزم بالمحددات البيئية، وتم توجيه الشعبة القانونية باستمرار الإجراءات القانونية على البلدية لحين إزالة المخالفة بشكل نهائي. باشرت الفرق الفنية في مديرية بيئة صلاح الدين وبالتعاون مع دائرة التصحر والبيئة وفريق حملة الخير لمناصرة البيئة بحملة تشجير واسعة وزراعة 7000 شجرة عقول شملت منطقة العيث شرقي قضاء تكريت، حيث أنها تعد من المناطق الصحراوية وأنها تعاني من ظاهرتي التصحر وزحف الكثبان الرملية، وهي بحاجة ماسة للتشجير وإقامة الأحزمة الخضراء داخل وخارج المدينة. نظم فريق فني من دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية ومديرية بيئة البصرة زيارة ميدانية إلى وحدة معالجة المجاري في حمدان لمعرفة مدى التزامها بالمحددات البيئية. وتبين خلال الجولة أن وحدة المعالجة غير حاصلة على الموافقة البيئية وأجزاء متوقفة في وحدة المعالجة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. قام فريق من مديرية بيئة الديوانية بإجراء زيارة ميدانية إلى محمية بحر النجف للإطلاع على واقع التنوع الإحيائي فيها، وتم إجراء مسح للتنوع الإحيائي ورصد للكائنات الحية المتواجدة فيه، حيث توافدت إلى محمية بحر النجف أعداد كبيرة وأنواع كثيرة من الطيور المهاجرة والعديد من اللبائن البرية وتواجد أنواع من البرمائيات والأسماك، حيث تعد محمية بحر النجف معلما طبيعيا وكنزا تراثيا غنيا بالتنوع الإحيائي الذي يجب المحافظة عليه. قام فريق من مديرية بيئة بغداد بإجراء الكشف البيئي على عدد من الأنشطة والمشاريع الخدمية بعد توجيه مجموعة من الإنذارات بحقها، شملت أفران لإنتاج الصمون في منطقة رغبة خاتون ومعمل لإنتاج الواشرات في منطقة الإصلاخ لمخالفتها التعليمات البيئية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق تلك الأنشطة في حال عدم إزالة تلك المخالفات. قام فريق من مديرية بيئة الأنبار بتسليم أوامر الغلق الخاصة بالأنشطة الصناعية والمتمثلة بمعمل لإنتاج المقرنص في قضاء الحبانية، حيث تم رصد عدد من المخالفات منها عدم حصول النشاط على الموافقة البيئية وعدم توفير بعض من المتطلبات البيئية. قام فريق فني من مديرية بيئة كركوك بإجراء كشف موقعي على موقع عمل المولدات في منطقة حي العسكري بعد ورود شكاوى من قبل أهالي المنطقة، وتم توجيه أصحاب المولدات للالتزام بالمحددات والشروط البيئية وفق قانون حماية وتحسين البيئة وفق المادة 11 رقم 27 لسنة 2009، وذلك للحفاظ على بيئة وصحة المواطنين. يداً بيد لنعمل جميعاً من أجل النهوض ببيئتنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر. كنت معكم غفران حسن، إلى اللقاء.